ولكن ما جمعني استاذ ممدوح الليسي ان انا كنت بقدم عرض هاملت سنه 75 في اكاديميه الفنون ومحتاج 30 جنيه هذه الليله عشان غدا العرض ومعيش 30 جنيه عشان اجيب ملابس. فلقيت رجل يدخل علي الساعه 11 بالليل في مسرح المعهد سلم علي وقال لي انا عرفت انك انت بتعمل بروفات في المعهد، خد امضي. رامي قال لي فيلم، قلت له فيلم ايه؟ قال لي فيلم كرمك مع سعاد حسني. امضي، قلت له لا انا هحقق السيناريو الاول. قال لي ما انت هتعمل لي فيها نجم وبتاع، امضي وخلصني. قلت له انا اسف ما تعملش بالطريقه دي يا استاذ ممدوح، واتضايقت منه جدا وزعلت. قلت له لا مش همضي على العقد، بس انا كنت محتاج 30 جنيه. في عيني سرقت العقد كده لقيت فيه مقدم 30 جنيه. فقال لي طيب خلاص انت هتعمل لي فيها فنان وبتاع، هبعت لك السيناريو وخد العقد. قلت له لا بس هات العقد احنا ممكن نمضيه. فسكت. قال لي طب خلصني. قال لي يا ابني ده مع سعاد حسني، انت جننت في مخك وانت حد يعرفك؟ فسكت ومضيت وانا في دماغي 30 جنيه، قلت بعد كده بعتذر وارد له 30 جنيه بس خلص العرض بتاعه. ففعلا مضى معايا العقد ب 250 جنيه. وبسرعة برضو عايز أقول الحاجة إن خلصت تصويري وكان فاضل لي 50 جنيه. فكان فيلم الكرمك. لا يعني هو كان فيه حوادث كثيرة بالنسبة للفيلم ده بالذات، لأن كنت لسه ما عملتش حاجة ومحدش يعرفني. فلقاني بقول له بس أنا ليا شروط بعد ما قريت السيناريو. تقاري القصة بس لما قريت السيناريو قلت له ليا شروط في السيناريو. قال لي أنت مجنون، أنت ما حدش هيتعامل معاك. قلت له أنا ليا شروط. قال لي تعالى بقى، حب يعمل لي فخ الحقيقة. واداني ميعاد في بيت راح لصالح شاهين وعلي بدر خان وسعاد حسني ودخلني على القعدة. قال لهم الأستاذ الفنان الكبير أحمد صبحي في بعض الملاحظات على السيناريو. فانا حسيت ان انا قاعد قدام الناس دي هقول ايه؟ فهم طبعا الفكره المعتاده ان الفنان ده طالب تعديلات لصالحه. فانا كنت طالب حذف مشهدين من مشاهدي انا. فكانت شيء صادم بالنسبه له. قال لي ايه؟ قلت له عايز احذف المشهدين دول انهم مش في سياق الشخصيه اللي هلعبها. دول حلمي. وحس ان المشاهدين دول جسمهم غريب على الفيلم. فلسه رايحين قايم يحضني ويبوسني وهو بيحضني قال لهم شفتوا انا اكتشفت ايه؟ اكتشفت الولد ده. وفرحانين جدا ان انا بطلب حذف عشان يظهر كانوا انتاجيين عاملين له مشكله فما صدق ان هو. المهم لما جيت اقول له انا خلصت الفيلم وعايز ال 50 جنيه. فقال لي العقد بتاعك اقرا كويس. بيقول بعد المونتاج والنسخه الاخيره. قلت له انا ماليش علاقه بالنسخه الاخيره. ده كلام بيتكتب في حاجه بس انا محتاج ال 50 جنيه انا خلصت شغل. قال لي انا بص عامل معاك ديل كده، هنقف على باب الاستوديو النحاس لو في 10 سالناهم واحد فيهم بس عرفك هديك الفلوس. فقلت له مفيش وقت يا استاذ ممدوح انا محتاج امشي عشان. قال لي هنقف على باب الاستوديو اي حد معاك هيسال. فانا كنت عملت بعض الادوار الصغيره في التلفزيون كده بس مش لدرجه ان حد يعرفني يعني، وانا عمال ادعي بقى واحد بس يعرفني. فجاب بتاع الجيزة من اللي بيمسح الجيزة في الاستوديو. قال تعالى يا ابني تعرف الاستاذ ده؟ فبص لي من فوق تحت قال له لا ما اخدش بالي. قال لي واحد غيره. دي لغاية لما واحد اللي هو العاشر كان معدي في الشارع قدام مسجد النحاس. فقلت له بس انت ما تعرفش حاجة لسه ما تحرجناش يا استاذ. لا قال له تعالى تعرف الاخ ده؟ قال له انا شفته في التلفزيون. قال له اسمه ايه؟ قال له الاستاذ محمد فرحت. قال له الاستاذ محمد عوض. كان دمه خفيف جدا. وكان انسان بحق وحي. طب انا ما كنتش 50 جنيه. يمكن مع الاستاذ سمير صبري سنه 2006 وهو بيعمل مهرجان السينما وكان بيكرمني فيه. فكنت في موقف زي ده قدام الناس كلها. فقلت عايز اقول كلمه.
بصيت له قلت له انت عارف انا هتكلم في ايه؟ قال لي خلاص وقام طلع 100 جنيه وجاي. بالمناسبه استاذ ممدوح الليسي زي كتير جدا هم عارفين طبعا العلاقه، كان فضله على ناس كتير بعد ربنا، هو كان ليه فضل عليا انه كان بيرشحني دايما لمسرح التلفزيون بالتحديد مسرحيات، كان يخلق الفرصه لي علشان اشتغل الفتره الاولانيه لغايه لما عملت فيلم الكاميرا، وبعد كده حصل صداقه كبيره بيني وبينه، ويمكن انتجي كمان فيلم علي مظهر، وكان مؤمن جدا بتجربتنا في المسرح. مفيش مسرحيه ما كنتش اشوف فيها ممدوح الليسي قاعد في الصف الاول بيتفرج على العربي والرأي، مفيش عمل ليا الا ما كان شافه وكلمني في التليفون. انما في النهايه عشان يبقى ده اقتراح ممدوح الليسي.